السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي المتابعين قناة ذا فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. في هذا الفيديو راح أتكلم عن عملة تيرا لونا واحتمالية انفجار عملة تيرا لونا، احتمالية كبيرة جدا. راح أتكلم عن احتمالية هبوط البيتكوين وسوق العملات المشفرة. أما بلش الفيديو أصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، أترك لك الرابط أسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي بالامس صار عندي محاولة كسر لمنطقة 21,000، طبعا محاولة فاشلة لا كسر. نحن حاليا اصدقائي مهددين للهبوط الى الترند او الى الفيبوناتشي اللي هو عند النقطة رقم صفر، يعني ما بين 15,200 الى 16,000 دولار. عندي هاي الاحتمالية واردة جدا. طبعا انا بستبعد احتمالية الارتداد من المناطق الحالية، ما في عندي دعوم، ما في عندي مقاومات صريحة، لذلك اصدقائي متوقع الهبوط الى 16,000 دولار من هاي المنطقة. الحذر واجب في الدخول في سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي. بالامس دخلنا مضاربات على القناة العامة مساعدة لاعضاء القناة، طبعا استفدنا كثير من صفقات الشورت اللي صارت بالامس. طبعا انا بستبعد حاليا صفقات اللونج او بستبعد اي ارتفاع لسوق العملات المشفرة في الوقت الحالي. اما بالنسبة لعملة تيرا لونا اصدقائي، نحن حاليا عم نمشي بمثلث ايجابي جدا على عكس البيتكوين. يعني الشارت الخاص بعملة تيرا لونا يختلف عن الشارت الخاص بالبيتكوين. طبعا النموذج اللي عم يصير على البيتكوين نموذج سلبي، اما على عملة تيرا لونا فهو نموذج ايجابي. عندي اصدقائي احتمالية اختراق الترند الهابط وكسر القمة احتمالية واردة جدا. انا من الممكن ان يكسر قمة 16، لكن اذا تم كسر الدعم 11 الى 12، انا ممكن الدعم يكون عندي على 11.5، فممكن اي اختراق للترند او اي كسر للدعم ممكن نرجع نستقر عند منطقة 4.8. لكن انا برجح احتمالية الانفجار واحتمالية اختراق الترند الهابط وارتفاع عملة تيرا لونا الى منطقة 16، واذا تم الكسر ممكن ننتقل الى منطقة 3.2. طبعا اصدقائي بالامس فوق 88 مشروع تم انشاؤه على شبكة تيرا لونا. هذا الشيء ايجابي اصدقائي وبيرفع من سعر العملة وبيقوي من مشروع العملة. يعني خلال فترة قصيرة او فترة لا تتجاوز 48 ساعة تم انشاء 88 مشروع او 88 عملة على شبكة تيرا لونا. طبعا اصدقائي بما ان تعرضنا للخداع في المره الاولى على عملة تيرا لونا، فالحذر في المره الثانيه. ما بنحط كل راس مالنا في عمله واحده، تقسيم راس المال امر ضروري جدا. طبعا بنحط مبلغ بسيط بهاي العمله، ممكن نحط 10% من راس مالي. اذا تعرض لاي عمليه احتيال او خساره فالخساره بتكون ما بتاثر على المحفظه بشكل كامل. ممكن انا احط 10% على عمله تيرا لونا وال10% اخرى اذا كنت انا بفضل عمله تيرا لونا كلاسيك، او عندي امل بارتفاع عملة تيرا لونا كلاسيك، او انت مستعد تجازف ب 10% راس مالك. تقدر تختار احد العملتين حسب المشروع اللي انت بتفضل. طبعا اما بالنسبة للتوتال سبلاي، التوتال سبلاي واقف على حاله، لكن عندي زيادة تقريبا في 1,000,000 قطعة في التوتال سبلاي الخاصة بعملة تيرا لونا، وارتفاع كمان المعروض للتداول بقيمة 2,000,000 قطعة. وطبعا عملة تيرا لونا كلاسيك الى حد الان متماسكة في انخفاض في البيتكوين وسوق الكريبتو، لكن عملة تيرا لونا كلاسيك الى حد الان متماسكة. طبعا اصدقائي عندي خبر اخير اللي هو شركة توصيل اوبر ايتس اللي هي شركة توصيل الطعام تقبل الدفع بعملة شيبا اينو وعملة الدوشكوين. طبعا ما في عندي اي اخبار مهمة على هالعملتين، عملات الميم اللي كانوا في يوم من الايام ترند. حاليا هالعملتين ما في اي اخبار عنهم، ما في اي صعود، ما في اي ارتفاع مشجع لهالعملتين. طبعا اصدقائي هبوط البيتكوين كمان في عندي اخبار سلبية من اساطير وول ستريت. عندي مايكل بوري وبول كورجمان وعندي مارك كوبان، هدول ثلاث اشخاص من كبار واساطير وول ستريت. طبعا جميع هالاشخاص عم بيقولوا انه العملات الرقمية هي عبارة عن فقاعة وقابلة للانهيار. طبعا ما في واحد من اساطير وول ستريت شجع على العملات الرقمية او عطى بعض الايجابية حتى لو قليلا سوق العملات الرقمية، بالعكس كلهم تكلموا عن العملات الرقمية بالسلبي. وهذا الشيء اصدقائي راح ياثر على سوق الكريبتو وراح يخوف الناس اكثر من البيتكوين وسوق العملات المشفره. يعني لا يزال سوق العملات المشفره
محطة استغراب لدى كثير من المتداولين والمستثمرين، إذ كان في الأسهم أو الفوركس أو حتى الأشخاص اللي لسه بدأوا يتداول من بداية العام الحالي وفي الأوقات القريبة. فهاي التصريحات بتسبب ذعر وخوف في سوق الكريبتو، ممكن يؤدي إلى انخفاض كبير لسوق الكريبتو. لكن عندي القاع النهائي لبيتكوين، القاع النهائي المتوقع هو قاع 16,000، ممكن نرتد من منطقة 16,000 يكون هذا القاع الأخير للبيتكوين، ما ممكن نشوف انهيار أكثر من هيك. أصدقائي، نكون وصلنا هذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، ودمتم بخير.